أول شيء حبيت أشكر القائمين، جميع القائمين على مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة. أول شيء صراحة ودي أقول إنه أنا حضرت النسخ اللي قبل، واللي دائما أشوفه هنا التطور المستمر. يعني هالنسخة اليوم اللي شفته من الرسائل ومن الرسائل التثقيفية والتعريفية عن الإبل وتاريخ الإبل في ثقافتنا وفي مجتمعاتنا، يعني تقدر تشوف هناك وجود الإبل في تطوير الصناعات واقتصاد المملكة، كانت موجودة من بداية أرامكو، أعمال أرامكو في التنقيب والزيت، كانوا يستخدمون الإبل لنقل المعدات، وكان في بعض الأوقات تستخدم الإبل لنقل الزيت وبراميل الزيت. الشيء الثاني اللي أقدر أربطه هنا اللي هو مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، أو دوره ومشاركته في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل هو دور أو جزء من رسالة إثراء لتثقيف المجتمعات والتعريف في موروثنا الجميل اللي هو الإبل ودور الإبل في ثقافتنا. احنا طبعا كانت لنا تجربة جميلة في يوم المؤسس، يوم التأسيس اللي راح، جبنا مع المشاركة مع مشكورين لنادي الإبل مجموعة من المجموعات والمنقيات اللي كانوا موجودين اللي شاركوا في النسخة السابقة، وكان لها صراحة تفاجأنا كلنا في الأثر الإيجابي وتفاعل الجماهير زوار المركز مع الإبل وحضورها جزء من احتفاليتنا في يوم التأسيس. من الأشياء المميزة اللي لاحظتها اليوم مو حضور السعوديين بس اللي موجودين، حضور الأجانب خاصة الغربيين والشرقيين في نفس الوقت للمهرجان، ومدى اهتمامهم في التاريخ الكبير. يعني أنا كنت أشوف بعض الحضور كانوا يعني عندهم اهتمام بمعرفة تاريخ الإبل ودورها وعلاقتها بثقافتنا ومجتمعاتنا. هذا شيء جميل ان المهرجان يعرف في هالموروث وفي هالثقافه الجميع، لهم هو محليا وعالميا بعد في نفس الوقت.